أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن
والمؤمن لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. لا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وزوال همنا وأحزاننا يا رب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا يا رب. آيات بينات من الذكر الحكيم قتلها على مصالح حضراتكم، ذلكم العالم القرآني لزعيم كبير فضيلة القارئ العالم الشيخ عبد الباسط الجنبيهي، القارئ المعروف المقيم بقرية جنتها التابعة لمركز مدينة حشيش العامرة. اذيعت لكم على اكبر مقدرات الصوت والضوء واولى مخازن الفراش الحديث الكبرى وقصور الضيافه المتنقله في انحاء الجمهوريه لصاحبها المتوكل على الله دائما الحاج بكر العباسي واخواته المقيمين بنجع الذكري. تتقدم الاسره الكريمه الى تواعي ذات الجمهوريه بخالص الشكر والتقدير لكل من يساهم في هذا العذاب.